ينضم إلينا محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة. أهلا بك سيد محمود. يعني بعد 8 أو 9 أيام بعد 200 واستمرار العدوان على قطاع غزة، كيف يمكن أن تصف لنا الأوضاع على الأرض حتى الساعة؟ نعم، هو كالعادة الاحتلال الإسرائيلي لازال مستمر في عمليات أو خطط المنازل المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وهذه الليلة كانت ليلة دامية على قطاع غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال أكثر من منزل في منطقة غزة، خصوصا مدينة غزة كان هناك عدة استهدافات، وتعاملت طواقم الدفاع المدني انتشال عدد من الشهداء، وأيضا كان هناك استهداف لمنطقة الزيتون بالقذائف المدفعية بشكل كبير جدا، وهذا الاستهداف أيضا يعني خلف عدد من الشهداء، وهناك طفلين على ما يبدو قد استشهدوا نتيجة هذا القصف. طبعا الواقع في القطاع صعب ومأساوي حتى هذه اللحظة، هناك يعني لا زال هناك استمرارية لعمليات القصف المستمر على القطاع، وبالأمس كان هناك أيضا حريق في أحد المنازل في منطقة شمس، هذا الحريق نتج عن استخدام المواطنين لداخل الغاز الطهي، والذي يمنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخاله إلى القطاع منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، ولجأ المواطنون إلى استخدام البدائل من الحطب، من النايل، من القماش، ونتج الحريق طبعا في هذا المنزل، وتعاملت الطواقم مع يعني محاولة بشكل كبير جدا وبعد جهد كبير من إنقاذ عدد من الأطفال والنساء الذين احتجزوا داخل هذه البناية، ويعني تمكنت الطواقم من إنقاذ حياتهم. أيضا كان هناك استهداف في منطقة شمال قطاع غزة هذه الليلة، وعمل الطواقم في يعني أكثر من 4 ساعات متتالية في الأدوات البدائية لإنتشال 8 من الشهداء، وهناك عدد أيضا نزال تحت الأرقام نتيجة هذا الاستهداف. وأيضا بالأمس كان هناك يعني محاولة لإنزال المساعدات عبر الجو، وسقطت هذه المظلات أو أحد هذه المظلات سقوطا حرا، وأدى هذا الأمر إلى ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات أيضا. وقلنا أنه لابد من يعني الانتباه حين إسقاط هذه المظلات، و يعني لأنه هذا الأمر بشكل خطر، إذا كان بهذه الطريقة ربما يعني يكون هناك تسجيل حالات وفاة كما حدث في السابق، وسجلنا عدد من الوفيات نتيجة هذا السقوط، ولذلك يعني لابد أن يكون هناك إدخال لهذه المساعدات بالطرق الرسمية المتعارف عليها عبر المعابر، وأيضا إن كان لابد يعني من قضية الإسقاط الجوي أو الإنزال الجوي، لابد يكون هناك يعني المحافظة قدر المستطاع وأخذ كافة التدابير اللازمة حين إسقاط هذه المظلات حتى لا يحصل. طيب سيد محمود، إذا ما تحدثنا الآن عن واقع القصف على المناطق التي قالت عنها قوات الاحتلال أنها آمنة، كيف يمكن لك أن تصف لنا تلك المناطق، خصوصا وأن جيش الاحتلال يتحدث عن توفير مناطق آمنة جديدة لإجلاء المواطنين أو لتحويلهم من مدينة رفح الفلسطينية إلى مناطق أخرى؟ هو للأسف الشديد هو الاحتلال دائما يتغنى بهذه الاسطوانة التي يعني مناطق آمنة ومناطق فيها حماية دولية، لا، هذا للأسف الشديد الواقع في قطاع غزة، والأكاذيب التي يحاول الاحتلال أن ينشرها كلها خارجة عن يعني خارجة عن المنطق وخارجة عن مصداقية الاحتلال الإسرائيلي. قطاع غزة من رفح إلى بيت حانون كلها مناطق تتعرض إلى عمليات القصف، ولا يوجد في قطاع غزة منطقة آمنة، يعني مناطق الجنوب التي كان يتحدث الاحتلال أنها آمنة في كل يوم تصاب منطقة رفح التي تحتوي على أكثر من مليون مواطن، في كل يوم يتم استهدافها، هناك عمل لطواقمنا بشكل كبير جدا، انتشال جثامين والتعامل عمليات إنقاذ للمواطنين، وأيضا في مناطق الوسطى التي قال الاحتلال أنها آمنة أيضا تستهدف وفيها المواطنون، تحدث يعني سلسلة من عمليات القصف في كافة مناطق قطاع غزة، داخل القطاع آمنة، وحتى لو قال الاحتلال الإسرائيلي أنه مناطق آمنة يجب على المواطنين التحرك إليها، للأسف الشديد نعم يتم قتل المواطنين. طيب سيد محمود، كيف هي حركة يعني أدواتكم عناصركم في المناطق مناطق الوسط والشمال؟ هل ما زالت تتعرض عناصر الدفاع المدني في القطاع إلى المضايقات وإلى القصف والإيذاء من قبل قوات الاحتلال، أم أن هنالك تنسيقا أعلى من ذي قبل؟ وللأسف الشديد التنسيق حتى اللحظة لا يوجد تنسيق بيننا وبين الطرف الإسرائيلي، وجهة التنسيق هو الصليب الأحمر، والصليب الأحمر يعني الاحتلال يتعنف في الكثير من عمليات التنسيق، ولا يمكن لنا حقيقة من الدخول للمناطق التي المواطن بحاجة ماسة
طواقم دفاع مدني فيها، وللأسف الشديد تستهدف الطواقم وربما تتعرض الطواقم إلى عمليات قتل نتيجة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنازل مرة أخرى، ومن الممكن أن يتعرض طواقمنا إلى استهداف. ولذلك لا يوجد حقيقة لمقدمي الحماية المدنية أي حماية، ولا يوجد لكل من يعمل في الميدان والذي حسب القانون له حماية وهو له عصامة، لكن للأسف الشديد مع الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد أي نوع من الحماية لكل مقدمي الخدمة، لا الطفل ولا المرأة ولا أي أحد، الجميع هنا في قطاع غزة يتعرض إلى القتل، يتعرض إلى الاعتقال، يتعرض إلى عمليات يعني الإصابة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال كل المواقف وكل الاتفاقيات الإسرائيلية. نعم السيد محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، وافر الشكر لك على هذه المعلومات.